اهلا بكم بفيديو جديد من سكريبتات باشر. اليوم موضوع السكريبت هو كيفية التعامل مع عدة ملفات والقيام بعملية معينة على هذه الملفات. الآن سأشرح لكم ماذا أقصد، لكن قبل أن أشرح لكم أود أن أقول لكم كل السكريبتات التي كتبناها لم نكتب سوى اثنين يعني لهذه اللحظة، وما زلنا باستمرار، ما زلنا مستمرين بالموضوع، فكلها موجودة في ضمن مسارات سكريبتات باش، وهذا السكريبت أيضا الذي سأكتبه اليوم أيضا موجود ضمن هذا. الفكرة بهذا المسار للتذكير هي فقط كتابة سكريبتات جدا بسيطة وتساعدنا على القيام بمهام معينة. هذه هي الفكرة الأساسية أصلاً من تعلم باش. جيد، أن تستطيع كتابة سكريبت بسيط للقيام بمهام معينة كنوع من الأتمتة، أن تقوم بعمل ما بشكل أوتوماتيكي أو من أجل تسريع العمل، وهي نفس الفكرة يعني. طيب الآن أنا ذهبت لأي مجلد، اذهب لأي مجلد لديك، اصنع أي مجلد لديك، وهذا المجلد الخاص به هو فارغ. في هذا المجلد سأنشأ مجلد آخر، مثلا سأكتب اسمه، مثلا make directory، مثلا my folder، مثلا أي شيء my folder. ها هو، إذن ها هو my folder وأيضا فارغ. المعلومة الأولى التي أود أن أقوم بها اليوم هو أنني أريد أن أنشأ بداخل هذا، أقوم بإنشاء ملفات. هذه الملفات تكون ملفات يعني أوتوماتيكيا، أقوم بإنشائها بشكل أوتوماتيكي ولها أسماء عشوائية. فكيف ذلك؟ هذا أيضا مهم أن نتعلمه. فبداية يمكن أن نكتب هنا بداخل التيرمينال نفسه، لا بداعي أن نقوم بإنشاء سكريبت باش، يمكن بداخل التيرمينال هنا أو هنا، يعني أكتب هنا كما أكتب مثلا ميك دايركتري كذا، هنا بنفس المكان أن أكتب فور لوب، فأكتب فور. جيد، هذه فور لوب تكرارية، نحن نريد أن نكرر شيء أكثر من مرة. فبداية الشيء الذي نريد أن نكرره اسمه أي شيء تريد، مثلا I أو file، مثلا file اسمه أي شيء تريد، أو custom file أي شيء تريد. طبعا عادة عندما نكتب فور لوب نختار يعني اسم قصير جدا أو حرف قصير جدا I مثلا، يعني index، وهنا نكتب N. جيد، وضمن كيرلي براكتس بهذا الشكل سنكتب العدد الذي نريد أن نكرر، يعني مثلا نريد تكرار هذا 20 مرة، 30 مرة، 40 مرة، كم مرة تريد تكرارها. بمعنى آخر أنا في هذا الأمر أريد إنشاء عدة ملفات عشوائية، فإذا السؤال الآن، جيد، كم ملف أريد أن أقوم بإنشائه؟ فمثلا إذا أردت أن أقول أنني أريد إنشاء مثلا 10 ملفات، فسأكتب 1 ثم نقطتين هكذا 10. طبعا ما الشيء الذي تقوم به هذه العملية؟ هذه هنا تقوم بإنشاء مثل range أو مدى، يعني يكون ما بين 1 و10. جيد، هذه هي فكرتها. إذا أردت إنشاء مثلا 20 ملف فسيقوم بإنشاء range من 1 ل20. جيد، هذه 1 ل20 أنا كأنني أنشأت قائمة من الأرقام من 1 ل20، وهذه الفور لوب ستقوم بالدوران حول هذا. طبعا أنا أشرح لكم هذا لأنه فعلا سيكون صعب الآن. بباش حتى نقوم بإنشاء فور لوب يجب أن نكتب فور ثم نكتب كلمة دو، ودو يعني نكتب بعدها الأمر الذي نريد أن ننشئه. ومثلا أنا أريد أن أقوم بإنشاء ملف، لاحظوا أعزائي فقط للتوضيح، لإنشاء ملف فقط إنشائه بدون فتحه يمكن أن أستخدم أمر تاتش. فأمر تاتش مثلا أكتب file one هكذا سيصبح هنا لدي file one. فيمكن أيضا أن أستخدم نفس الأمر هنا، أن أكتب do ثم أقوم بجنريت الاسم عشوائي. طبعا التريك التي أريدها أنا هنا أنني أريد إنشاء الملفات بداخل my folder، سأكتب هنا do my folder وثم slash، ويمكن أن أضع هذا ضمن مثلا quotation هكذا وأكتب my folder وثم slash، وبداخل وبعد slash سأكتب أمر. هذا الأمر ماذا يفعل؟ يقوم بإنشاء لي أشياء عشوائية. دعونا نجرب الأمر في تبويب آخر. فمثلا لو كتبت هذا الأمر، كتبت make mk term، جيد، وثم قمت بكتابة you هكذا، وثم كتبت مثلا xxx، ما الشيء الذي سيحدث؟ سيقوم بجنريت لي هذا الاسم الذي مؤلف من 3
أحرف. فإذا إكس 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 3 مرات، يعني ثلاثة أشياء، يعني 3 محارف. فلو كتبت مثلا 4 مرات، لاحظوا سيزيد العدد فبهذا الشكل. فكم من مرة أنا أريد مثلا هذا الاسم؟ جيد، كم من مرة؟ مثلا 8. يمكن أنا أخذ هذا كله الذي قمت بكتابته هنا وأتي إلى هنا وماي فولدر وأكتبه هنا، جيد، بهذا الشكل. لكن أعزائي هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أمر وليس عبارة عن يعني مجرد كلام، فبالتالي يجب أن أضعه بضمن مثل متغير، لأن تعرفون عندما نطبع المتغير بباش ماذا نكتب؟ دولار ساين، صحيح؟ ولكن أيضا سأضيف هذه الأقواس العادية، والهدف من هذه الأقواس العادية هذا هي أن تقوم بماذا؟ تقوم ب evaluate لهذا الشيء. فبالتالي عندما يأتي هذا سيتم evaluate أو تقييم له، جيد، وسينتج هذا الشيء، وبالتالي بالنهاية أمر هذا سيقوم بdo my folder، سينشئ ملف بداخل my folder باسم عشوائي، ثم سأقوم بكتابة semicolon هكذا فاصلة منقوطة و done، وهذه done يعني انتهيت، لمراجعة هذا الأمر. جيد، هذا الأمر يبدو معقد لكن بعد أن شرحته يجب أن يكون سهل. بداية أنا أقوم بإنشاء for loop. for loop بباش كيف تكون؟ for i n، i كل تكرار ماذا سأسميه، و n هذا يجب أن تكون عبارة عن قائمة. في كل تكرار ما الشيء الذي أريد أن أقومه؟ يجب أن أقوم ب do، do ثم التعليمة، وفي النهاية عندما بعد الانتهاء أكتب done أنني انتهيت. طيب الآن هذه الكيرلي براكتس ماذا تفعل؟ تقوم بجنريت قائمة من الأرقام كرينج من إلى، فأنا كتبت 1 لـ20. بالنسبة لهذه الدو هذا أمر منفصل بحد ذاته، يقوم بجنريت محارف بعدد معين، توليد محارف بعدد معين حسب عدد الإكس. فأنا قمت بتوليد مثلا هذا الرقم ثم وضعته بماي فولدر. طبعا الشيء الذي أنا لم أكتبه هنا هو أن يجب أن أكتب touch، فإذن touch my folder كذا، فإذن دعونا نكتب enter. جيد، ماشي، الذي حدث لم يحدث شيء، لكن لاحظوا أعزائي لو ذهبت لي my folder وليس، لاحظوا قام بقيام بتوليد لي عدد من المحارب، عدد من الملفات، يعني إنشاء. فأنا نقول توليد يعني generate يعني إنشاء. فإذن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 ملف، يمكنك عد هذه الملف.